فعلى هامش يوم الأسير ويوم الطفل الفلسطيني نظمت جمعية الهلال الأحمر كرنفالا لرياض أطفال منطقة وادي الشعير شرق طولكرم، تخللته مسيرة حاشدة شارك فيها أكثر من 1200 طفل وطفلة. مثل كل أطفال فلسطين ما بحب الاحتلال، بخاف من اليهود لما يجي على بلادنا ويقتلوا المصلين بالأقصى ويقتلوا شعبنا ويسجنوا الأطفال الصغار. أنا من حقي أعيش مثل كل أطفال العالم بسلام.